اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. نبدا فقرتنا الحواريه النهارده في اخر النهار بحوار متعلق باللقطه الاجمل اللي انا شخصيا تابعتها على مدار اليومين اللي فاتوا في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. طبعا في لقطات كتير انا كلمت حضراتكم عنها على مدار اليومين واسهبنا فيها كثيرا، ومنها طبعا تصدر المراه اللي طول الوقت بترسم لوحه رائعه من الوطنيه والانتماء، وطول الوقت متصدره المشهد بوعيها السياسي وحبها لبلدها وشعورها بالمسؤوليه تجاه بيتها الصغير وبيتها الكبير الوطن. لكن لقطه كمان اللي فيها رسائل كثيره وفيها معاني كثيره جدا هي حرص وتصميم والاصرار الكبير من متحدي الاعاقه في مصر على ان يكونوا في الصفوف الاماميه للمشاركه السياسيه، وكم من اللقطات الرائعه اللي شفناها في كل المقار الانتخابيه في كل المدن والمحافظات في مصر لمجموعه من متحدي الاعاقه بمختلف اعاقتهم وهم في مقر اللجان وبيشيلوا بعلامه النصر، بس علامه النصر المره دي مش كده، لا كده بالصباع الفوسفوري الاحمر. شرفني على الهواء في استوديو اخر النهار دكتور اشرف مرعي الامين العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، مشرف ومنور يا دكتور. اهلا بيك استاذ هاني. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. قبل ما نخش في التفاصيل عايز اسمع من حضرتك ملاحظاتك بصفه عامه، واعتقد هي ملاحظات ايجابيه على 48 ساعه في الاستفتاء بالنسبه للمصريين في الداخل، مشاهد رائعه شفناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كنا بنتكلم عن الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر وبيشكلوا حوالي 11% من المجتمع، فهم مواطنين زي كل الناس. صحيح. وبيحبوا بلدهم وعايزينها تتقدم، ويمكن النهارده اللي احنا شفناه في الصحف او في التلفزيون مشاركتهم ده واجبهم ودور مؤمنين بيه. يمكن لما كنا بنتكلم واحنا في حواراتنا معاهم في شرح الدستور وهكذا وتعديلاته، كانوا يعني بيأكدوا ان هم هيكونوا مشاركين، لان يعني ده واجب عليهم وده حقهم في ان هم يستخدموا هذا الحق في المشاركة السياسية. صح، هو واجبهم وحقهم ده بالنسبة للمواطنين المصريين كلهم، بس الحقيقة لازم نعترف انه الشخص ذوي الاعاقة بيبقى عنده معاناة اكبر، سواء في التنقل سواء في الذهاب، لو في طوابير لو في بعض الصعوبات موجودة، فكون ان هو يتغلب على كل هذه العراقيل ويتغلب على معاناته هو شخصيا ويصر على انه يبقى في هذه الصفوف، الحقيقه لازم من وجهه نظري انا المتواضع يعني لازم يستحقوا التحيه، لان هم كل مره بيثبتوا ان هم بيتفوقوا كمان على الاشخاص الاسوياء مش بس مساوين ليهم. هو ده بيظهر ان هم بيحبوا بلدهم بشكل اكبر، ان هم مصرين رغم المعاناه اللي حضرتك اتفضلت بيها ان هم يروحوا ويشاركوا، ايمانهم بان صوتهم ده احد اشكال الدفاع عن بلدهم. صح. واحد اسباب او اشكال تامين حقوقهم وتامين مستقبل ولادهم. مظبوط. يعني بص يا دكتور، في لقطه هعرضها لحضرتك دلوقتي، هي اللقطه بتقول كل حاجه، مش محتاجه تعليق غير ان احنا نرفع القبعه. بص. تمام. ده شاب او رجل يعني قطعت يداه وعنده اعاقه في اليدين، ومع ذلك اصر انه يروح اللجنه وبيوقع بقدمه على الاستماره في كرداسه. ده في حي كرداسه، فبتهيألي الصوره دي لوحدها بألف كلمه وألف رساله. هو معبر عن كتير زيه وكتير اقل في هذه الاعاقه منه، لكن كلهم راحوا واغلبهم راح، على اساس ان اقول لحضرتك ايمان بان بلدنا في وضع تحتاج ان كل واحد فيها يصد عنها جزء من المخاطر اللي بتواجهها. فانا بحييهم كلهم وبشكرهم. صحيح. ان هم اثبتوا لكل اللي في مصر واللي بره مصر ان اولاد مصر كلهم كتله واحده، واحنا واعيين جدا للي بيحيط ببلدنا. مظبوط. ويمكن قبل ما نطلع على الهوا كنت بتكلم مع حضرتك عن لفته حضراتكم بقى اللي عملتوها والدوله كمان وفرتها لبعض متحدي الاعاقه من المكفوفين، وهي استحداث التصويت عن طريق برايل، طريقه برايل اللي هي الحروف البارزه والكلام البارز للمكفوفين. فحضرتك تكلمني عنها. اللي انا فخور بان هذا العمل الجماعي، يعني المجلس القومي لشؤون الاعاقه ابتدى بيه وتعاونت طبعا معانا الهيئه الوطنيه للانتخابات واحد الجمعيات الاهليه ومؤسسه الاخبار. ايوه. احنا الفكره كنا عايزين نعملها في انتخابات 2018 وكان في حاجه فنيه ما قدرناش ننفذها احنا والهيئه الوطنيه طبعا. المره دي الحمد لله تداركنا الموضوع بدري وعملناه، واستعنا باحد الناس ذوي الاعاقه البصريه الشطار جدا في الموضوع ده، وراح قعد في الهيئه وكتب الموضوع ببرايل. وبعد كده عندنا موضوع طبع 14,000 يعني نسخه
تمام. علشان 14,000 لجنه. فكان في عندنا مكانين وبالتنسيق مع الهيئه الوطنيه اتفقنا على اخبار مؤسسه الاخبار، جابوا مطبعه جديده لابرايل وعملنا موضوع عندهم. هايل. الفكره ان الاستماره اللي الشخص بيملاها هي اتعملها حافظه بطريقه برايل، وفي مكانين مفرغين لمكان ادلاء الصوت. كويس. فالقاضي بيحط للشخص ذو الاعاقه البصريه الاستماره جوه الحافظه، وبيخش هو ورا الساتر يقرا برايل كل اللي موجود عليها، وبعدين يعلم بنفسه. دي اولا مديها استقلاليه، دي بتبقى بتسعد الشخص. وتاني حاجه بتسمع في جمعيات حقوق الانسان بره ان مصر قد ايه بتهتم بتوفير المشاركه السياسيه وحق المشاركه السياسيه وتوفير الخصوصيه للاشخاص ذوي الاعاقه. واكيد فرقت كمان عند المصريين من المكفوفين، لانه يجي لك فورا احساس انه بلدي قد كده بتفكر فيا وحطني في الحسبان وبتبذل مجهود عشان تيسر لي المشاركه السياسيه. طبعا طبعا. فدي عامله اولا يعني ارتياح في مجال الاشخاص ذوي الاعاقه، وتاني حاجه كانت ملحوظه جدا من الجمعيات والمنظمات اللي بتراقب حقوق الانسان في مصر. صح. بتراقب الاستفتاء في مصر. مظبوط. فكانت ليها صدى كويس قوي داخلا وخارجا. صحيح. لا. حرص كمان متحدي الاعاقه على التواجد في الاستفتاء، زي ما حضرتك قلت، اولا لرغبتهم في الاعلان على ان هم لا يقلوا ابدا على الاسوياء، وان هم مصريين كاملي الوطنيه والانتماء زي اي حد بيحب بلده، فعشان كده ابقى في الصفوف الاماميه وموجود. بس نمره اتنين كمان للحوافز اللي موجوده في هذه التعديلات الدستوريه اللي هتصب عليهم ان شاء الله زيهم زي المراه زي الشباب زي الاقباط زي المصريين في الخارج، وهيبقى في تمثيل دائم ومناسب لمتحدي الاعاقه في البرلمان. تمام. يعني دي ده جزء ان هم النهارده هيحس ان صوتهم ما سمعش المره واحده بس في البرلمان، لكن سيستمر في سماعه تحت قبه البرلمان على طول. صحيح. طبعا شيء كويس، لكن انا برضه عايز اضيف للنقطه دي. اتفضل. عموم التعديلات تهمهم كمواطنين. صحيح. لما اتشرحت لهم، عارف حضرتك الناس بتفهم فبتبتدي تأيد. حسوا لا ده في كل واحده من هذه التعديلات المطروحه ليها تامين لبلدي وتحصين لبلدي وفايده ان شاء الله للمستقبل. فاذا كانت الجزئيه الصغيره اللي هي تخصنا ان احنا صوتنا هيوصل بشكل دائم، وكان على فكره تاثير صوتنا الفتره اللي فاتت مسموع. مظبوط. وبالتالي سمعنا وشفنا قوانين طلعت لصالحنا. صح. قانون اول مره يطلع في مصر والرئيس صدق عليه، قانون المجلس نفسه واللائحه. فاعتقد ان تمثيل مشرف ده كان له دور ايجابي للمجتمع ولينا، ان شاء الله استمراره هيبقى في صالح المجتمع برضه ان شاء الله. اكيد. والحقيقه انه الكل بيشهد انه اهتمام القياده السياسيه هذه الفتره بمتحدي الاعاقه، وسواء التشريعات اللي وضعت ليهم او التيسيرات اللي وضعت ليهم حتى في مناحي الحياه، بتقول انه العصر اللي كان فيه متحدي الاعاقه بره النظر وبره الحسبان عصر انتهى، والدوله المصريه الان تضعهم في الاعتبار. ده كلام اكيد. احنا بنقول ان احنا بنعيش عصر ذهبي، مش نفاقا للرئيس او لا، بس احنا فعلا بنعيش عصر ذهبي. واحنا كنا قسمنا فترات الاعاقه الاهتمام بيها من فترات تهميش لفترات احنا مسمينها صدى الصوت، كنا نقعد نطالب ويرجع صدى صوتنا ما حدش بيستجيب. التشريع، التشريع ده الفتره اللي احنا بنعيشها، ان بدون ما يكون في عندي سند قانوني عمري ما هعرف اخد حقي. صح. فتواجد التشريع ان شاء الله دلوقتي احنا بننتقل الى مرحله التمكين. اللي هو النهارده نقدر نستفيد من هذه التشريعات، نضمن حقوقنا ونقدر نساهم في المجتمع. المهم بقى ان هذا المناخ المساند من القياده السياسيه والمساند من الدوله وحتى مننا كاعلام، والتمثيل اللي هيبقى اكبر وانسب وادوم في البرلمان، عايزينه بقى ينعكس على حياه متعدي الاعاقه في مصر، حياتهم اليوميه، سواء في الوظائف، سواء في الاهتمام بتوفير الخدمات ليهم، سواء بما يعانونه في الشارع زي فكره الاماكن بتاعه الانتظار في الشارع للسيارات المعاقين، اماكنهم في وسائل المواصلات العامه زي المترو والاتوبيسات والحفاظ عليها بشكل دائم، الزام المحافظين ورؤساء الاحياء بعمل الرامبات والطرق اللي هي تسهيل القصه بتاعه الارصفه عشان سيارات او الكراسي بتاعه المعاقين. يعني منظومه كامله بقى نتمنى انها تؤتي ثمارها في الفتره اللي جايه. انا اقول لحضرتك حاجه، الموضوع ده عشان يحصل لازم حاجتين. يكون في قانون يتم تنفيذه. أي. ويكون في وعي. صح. فالنهارده ممكن القانون يكون موجود ويقدر النهارده حد يعمل رامب كويس. احنا عملنا على فكره بروتوكول مع وزاره التنميه المحليه مؤخرا عشان تيسيرات كتيره الفتره الجايه دي. فلو عملنا الرامب وانا ما عنديش خلفيه عن اهميه هذا الرامب للشخص ذو اعاقه واركن عربيته قدامه. صح. ده وعي. صح. فاحنا محتاجين مع الاعلام. هو محتاج صح خدمات تتعمل
ووعي ووعي ورقابه قانون وتنفيذ القانون، يعني بره المكان اللي فيه علامه سياره المعاقين، لو حد ركن فيه غير من المعاقين الشرطه بتتعامل معاه بمنتهى الصرامه بالقانون. نعم. اضافه طبعا للوعي الشعبي اللي حضرتك تفضلت بيه، فده اللي نتمنى انه يزيد، لانه حق هؤلاء الناس او هذه الفئه انها تاخد حقها، ولما بتاخد حقها بتصنع معجزات، وبنشوف كل متحدي الاعاقه لما بيمنحوا الفرصه او بيوضعوا في اي امتحان الحقيقه بيحققوا نجاحات رائعه تفوق حتى نجاحات الاسوياء. ان شاء الله لما يتاح لهم بقى في هذه الحقوق ويبقى ان شاء الله على الارض تنفذها، هتلاقوا ان شاء الله يعني حاجه عظيمه جدا منهم. عايز اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي، احد تقارير البنك الدولي من 2010 وتم تحديثه في 2015 كان بيقول ان اي دوله تهتم بفئه الاشخاص ذوي الاعاقه فيها اللي هم يتراوح نسبتهم من 10 ل 15% تهتم بتنميه قدراتهم واستثمارها في التنميه ممكن تؤدي الى زياده النادي القومي من 1 إلى 3%. ده تقرير بنك الدولي. فاحنا عندنا النهارده فرصه استثمار طبعا. 11 مليون شخص ذوي اعاقه وتنميه قدراتهم يقدروا يساهموا في الناتج المحلي. لا والمصري لما بيعوز بيعمل ارقام طبعا. احسن من دي كمان، وانا متاكد ان المعاقين المصريين لو منحوا الفرصه ومكنوا وتسهلت لهم بعض الاشياء في الحياه اليوميه المصريه هتشوف منهم معجزات. انا بشكرك على هذه الثقه. لا والله مش ثقه، ده بالنتاج متابعتي ليهم واصرارهم على ان هم يتعدوا العراقيل ويصنعوا المعجزات. كل التحيه ليهم طول الوقت. تمام. انا بحتاج يعني بنقول ان احنا تمكين الشخص او الشخص المعاق بوجه خاص اللي هو امداده بالمعلومات والمعارف والمهارات دي بتساعده في انه يحسن قدراته وبالتالي يقدر ينافس في سوق العمل ويقدر كمان ياخد قراره بنفسه. ده كلام مظبوط. دكتور اشرف حضرتك شرفتني ونورتني وانا سعيد بتواجدي مع حضرتك. كل التحيه للشعب المصري كله وطبعا لذوي الاعاقه اللي طول الوقت بيثبتوا انهم مصريين كاملي الوطنيه. شكرا لحضرتك وتمنياتنا لبلدنا بكل الخير ان شاء الله. ان شاء الله شرفتني يا دكتور. الله يحفظك. شكرا. بعد الفاصل نواصل حواراتنا واستقبل صديقي العزيز المهندس حسام الخولي.